بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى فرض الحج على عباده وجعله ركنا من أركان الإسلام. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. فجعل الحج ركنا من أركان الإسلام، وقد فرض الله عز وجل الحج في السنة التاسعة، على الصحيح من أقوال أهل العلم بقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجعل الله عز وجل الحج في أيام معلومات، ويبدأ الحج من يوم الثامن وهو يوم التروية، ثم بعده اليوم التاسع وهو يوم عرفة، وهو أفضل الأيام عند الله سبحانه وتعالى، ثم اليوم العاشر وهو يوم النحر، وبعد ذلك تأتي أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وكل يوم من هذه الأيام له اسم، فاليوم الحادي عشر هو يوم القر، واليوم الثاني عشر هو يوم النفر الأول، واليوم الثالث عشر هو النفر الثاني. هذه الأيام تسمى أيام التشريق. لماذا سميت بأيام التشريق؟ سميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يذبحون الأضاحي والهدايا، ثم يشرقون هذا اللحم ويجففونه في الشمس، فسمي في هذه الأيام الثلاثة، فسميت هذه الأيام بأيام التشريق. وهذه الأيام كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيحرم صيامها، لا تصام، ولا يستثنى من ذلك إلا المتمتع الذي لا يستطيع الهدي، فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وهذه الثلاثة الأيام إذا لم يصومها قبل يوم عرفة فله أن يصوم أيام التشريق، وأما غير ذلك فلا تصام، لأنها هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى. و الإنسان في هذه الأيام يذكر الله سبحانه وتعالى ويكبر الله سبحانه وتعالى. وفي أيام التشريق يكون التكبير بنوعين: التكبير المقيد والتكبير المطلق. التكبير المقيد وهو الذي يكون في أدبار الصلوات، ويبدأ من فجر يوم عرفة. والتكبير المطلق وهو الذي يكون في كل الأوقات، يكون في كل الأوقات ابتداء من دخول عشر ذي الحجة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، وهو آخر أيام التشريق. هذه الأيام
أيام التشريق كما قلت لكم هي لذكر الله، هي أيام أكل وشرب وإقامة ذكر الله عز وجل. فالأحكام التي فيها هي لذكر الله، فرمي الجمار يكون في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن أراد أن يتأخر، ففي هذه الأيام يرمي الحاج الجمرات الثلاث، يرمي الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، ثم إذا رماها يتقدم عليها ويأخذ ذات اليمين، ثم يدعو طويلا، وهذه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يدعو طويلا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات كذلك، ثم يتقدم عليها إلى جهة اليسار، يتقدم إلى جهة اليسار ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى دعاء طويلا، ثم بعد ذلك يذهب إلى جمرة العقبة فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرميها من بطن الوادي سبع حصيات. هذا هو السنة في رمي جمرة العقبة، ولا دعاء بعدها. أيها الإخوة، هذا الرمي هو لذكر الله عز وجل. كذلك في أيام التشريق المبيت بمنى، فالحاج يلزمه أن يبيت بمنى ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن أراد أن يتأخر. والله سبحانه وتعالى ذكر هذه الأيام في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال المفسرون أن المراد بالأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام التشريق، هي أيام التشريق. فالله سبحانه وتعالى أمرنا وأمر الحجاج بأن يذكروا الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام المعدودات، وهي أيام معدودات. ينبغي على الإنسان أن يستغل أوقاته فيها في طاعة الله عز وجل وفي ذكر الله سبحانه وتعالى وفي التكبير. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ومن صيغ التكبير كذلك: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. هذه أيام التشريق التي أمرنا بذكر الله سبحانه وتعالى هي كما أسلفت أيام أكل وشرب، الإنسان يوسع نفسه ويأكل فيها ويشرب، لا يصوم، وإنما يتقوى على طاعة الله عز وجل وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم الذكر هو التكبير. فهذه الأيام التشريق الأحكام التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى. ويلاحظ أن ذكر الله عز وجل لم يجعله الفقهاء لا في أركان الحج ولا في واجباته. لماذا؟ حتى لا يحجم، لأنه لو جعل واجبا من الواجبات أو ركن من الأركان فكأنه في وقت معين فقط، ولكنه أمرنا بذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأوقات، في كل الأوقات، مما يدل على أن ذكر الله سبحانه وتعالى هو الذي ينبغي أن يكون في الحج، وذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. فأمرنا بذكر الله سبحانه وتعالى، فعلينا
أن نذكر الله وأن نحافظ على أوقاتنا في هذه الأيام، وهي أيام معدودات كما قال الله سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، نستغلها في طاعة الله وفي ذكر الله وفي الصلاة، ونصلي الصلاة في أوقاتها في 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 منى، وكذلك نبات بمنى، لأن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يكون حجهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.